هل لدي الحق كزوج أن أجبر زوجتي على لبس الخمار الكامل الرأس والوجه والجسم؟ نعم يجب على الزوجة، لأن يعني مسألة تغطية الوجه مسألة خلافية بين أهل العلم، لكن طاعة الزوج مسألة متفق عليها وجوب طاعة الزوج. فإذا أمرها زوجها أن تغطي وجهها وجب عليها أن تطيعه، لأنه طاعة الزوج واجبة، وتغطية الوجه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فهنا يجب على الزوجة أن تطيع زوجها.